إذا نتحول إياكم مشاهدي الكرام إلى أوكرانيا ونتابع هذا الفيديو لإمام أوكراني أطلق مشروع اللحم الحلال لدعم المحتاجين من المسلمين في مدينة زاباروجيا في بداية هذا الشهر الكريم. نتابع جزء من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم يا إخوة يا أخوات، حياكم الله هنا مع مشروع اللحم الحلال إن شاء الله في شهر رمضان من أوكرانيا هنا في محافظة زاباروجيا. وصلنا الحمد لله رب العالمين، وهذا العجل إن شاء الله سيكون أول المذبوحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا اللحم الحلال لإخواننا المسلمين هنا الذين بقوا في مدينة زاباروجيا تتار القزان. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم أن ينزل السلام على أوكرانيا وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعلها لحمة صدقة جارية من أصحابها، وأنت بهم عليم، تقبل يا أرحم الراحمين، واجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على جميع عبادك في كل مكان، رغم الحرب رغم هذا، لكن إن شاء الله اللحم الحلال حيكون على موائد المسلمين في شهر الخير شهر رمضان. ما شاء الله.